يسعد أوقاتكم أصدقائي. اليوم راح نبلش تجربة جديدة بتفريخ الوايت كلاود ماونتين مينوس. الحوض اللي راح استخدمه هو عبارة عن 15 لتر. راح نحط بأرضيته البيوبوز اللي بتستخدم بالفلاتر الميكانيكية لحتى نحمي البيوض بعد ما تتم عملية الإباضة انه ما يتم أكلها من قبل الآبار. القليل من الطحالب ضرورية مثل ريتشيا فلويتانس أو جافا موس. ورق اللوز الهندي كمان إضافة كويسة. فيك ما تستخدم هيك شي، بس أنا راح استخدمه بس لحتى أعطي المي اللون أو تكون قريبة شوي من الطبيعة. طبعا انا عم بستخدم فلتر صناعه يدويه، وممكن مع الزمن ننزل فيديو لنتعلم كيف نعمل هيك شيء بالنسبه للمبتدئين حصرا. راح نبلش نحكي شوي عن درجه الحراره والبي اتش المناسبه لتفريخ هيك نوع. درجه الحراره هي ما بين 20 لل 21 درجه مئويه، ويمكن كتير تفشل عمليه هالتفريخ هاي المره لانه درجه الحراره عم تطلع لل 24 او 25 درجه بسبب الاجواء الحاره، وعم شوف صعوبه كتير اني حافظ عليها بمستوى ادنى من ال 24. ونحن راح نجرب وان شاء الله تنجح. نحن عم ننزل السمك، راح اشرح لكم عن هاي الكره الموجوده شايفينها جنب الفلتر باللون الاسود. هاي كره فيها تورب، او التربه اللي بتستخدم بالحدائق او لزراعه النباتات المنزليه. انا بستخدمها لنزل البي اتش او لحافظ عليه بمستويات ما بين 6.5 او 6.2. هذا النوع من الاسماك بيحتاج بي اتش ما بين 6.5 لحد 7.5. وطريقه عمل هاي الكرات الترابيه راح اتركه بصندوق الوصف ضمن رابط. ومشان ما ننسى عدد الأسماك المستخدمة 5 أسماك، 3 ذكور و 2 إناث، مع احتمالية سحب أحد الذكور لتصير 2 ذكور و 2 إناث. نترك الأسماك لحتى ترتاح بالحوض الجديد، وبعدين بنحاول نقدم لها وجبة أكل من الغذاء الحي، وأنا رح بلش بالدفنية. بالنسبة للتفريق بين الجنسين، الأنثى بيكون بطنها دائري وبنهايته في نقطة سوداء، أما الذكر بيكون جسمه نحيف وأكثر حركة وأكثر عدوانية، وزعانفه ألوانه أجمل من الأنثى. اللي راح تشوفوه قدامكم هلا هو اهم شي بعملية التفريخ، انك تعتم على الحوض كل يوم، لانه عملية الاباضة بتتم دائما خلال ساعة او ساعتين من انارة الحوض من كل يوم. فيك تجرب هاي العملية لمدة 3 ايام، بعدين تسحب كل الاسماك وتنتظر لمدة 4 ايام 5 ايام لتشوف اذا في اسماك صغيرة بالحوض او لا، ساعتها بنعرف اذا نجح التفريخ او لا. هاي الأسماك ممكن نشوف صعوبة انه نصور عملية الإباضة او التكاثر عندها، لهيك نحن مثل ما حكينا من شوي لازم بعد 3 ايام من تنفيذ هاي الخطوات بحذافيرة نسحب الآباء من الحوض، وما علينا الا الانتظار. الشيء اللي ممكن تشوفه بهاي الحالة هو عراق ما بين الذكور ومراقبة الإناث وملاحقات خفيفة بين اللحظة والتانية. معلومة سريعة، هاي الأسماك من الصين من هاينان آيلاند، مكان كتير معروف للسياح وبتصل بالحجم لحد 4 سنتيمتر. العراق ما بين الذكور هو أهم حافز لحتى الأنثى تدخل بعملية الإباضة.
وهنالك من يراقب بصمت. ومن جديد عم نشوف بعض الذكور عم تلاحق الإناث لحتى تحاول تحط بيوض بمكان ما بالحوض، وأنا بتوقع أنه هذا الشيء عم يتم وراء الفلتر أو وراء السخان، للأسف ما قدرنا نصوره. برجع بأكد على نقطة كتير مهمة، أنك تسحب جميع الآباء من الحوض بعد 3 أيام من وضعه فيه، ويسبق هذا الشيء تعتيم بنسبة 80% لحتى تكون وفرت كل الظروف المناسبة وتنتظر النتائج. طبعا انا بعتذر على المشاهد المظلمة، بس انا حبيت اصور العملية بكل تفاصيلها لحتى نقدم لكم المحتوى الصح وكيمياء المي المناسبة، واتمنى لكم التوفيق. واحتمال كتير كبير مثل ما حكينا سابقا انه هاي العملية تفشل هاي المرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اللي ما قدرنا نسيطر عليها. نقطة كتير مهمة قبل ما نختم المقطع، فشل عملية التفريخ عندي لا يعني فشلها عندك، فأنا بتمنى منك أنك تتبع هاي الخطوات بحذافيرها وكيمياء المي تماما مثل ما حكينا، وإن شاء الله رح تنجح عندك. شكرا كتير لمشاهدتكم، مع أمل أنه يكون في جزء تاني ورح ننتظر هالشي قريبا. شكرا كتير، سلام.